أما عن قصة الأغنية تبعت اليوم، أغنية قد الحروف، يعني هالأغنية اللي صدرت بعام 2003 بصوت أصالة نصري من ألبوم لون عمري ومن إنتاج شركة روتانا. هالأغنية كانت أول شيء من ألحان الفنان الرائع عباد الجوهر، اللي لحنها بالأساس للفنانة اللي بعدها معاصرة معنا نجاة الصغيرة. بسبب معين ما قبلوش يكشفوه طبعا، من وقتها ما غنتهاش. ومين فات على الصورة؟ سلطان الطرب جر وصوف. أيوة، سلطان الطرب جر وصوف كان يتمنى يسمع الأغنية. أول شيء شو رأيك نسمع عباد الجوهر شو حكى عن جر وصوف؟ قبل ما تغنيها الفنانة أصالة، كنت أنا طبعا صديقي ووجه له تحية من هنا الفنان الكبير الأستاذ جورج وصوف. نحيي. كنت أنا وياه يعني، وكنت يسألني إيش عامل جديد، وكنت عامل اللحن، فقلت له عامل لحن وسمعته إياه. فقال لي أنا بدي أغنيه. فقلت بس هو معمول لصوت امرأة، يعني صوت ست، لازم ست غني يعني. فهو قال لي أنا سوا غنته ست غنى راجل، أنا بدي أغني برضو. يعني شفت لما جر وصوف بتمنى سلطان الطرب بتمنى يغني أغنية مش لإله. يعني هذا السؤال كنا بنسمعه دائما للفنانين، شو بتحب من الأغاني اللي بتسمعها؟ فجأة بتسمع سلطان الطرب بحب يغني قد الحروف، يعني أعجب باللحن جورج وصوف وطلب يغنيها لهالأغنية. طب تعال نسمع جورج وصوف شو حكى عن الأغنية وشو حكى عن عباد الجوهر. يلا قد الحروف روعة، وأنا تمنيت يجي يوم كنت غني هاللحن قد الحروف. قد الحروف ما عمش مع أنا كان معي بالسيارة الصوت، مع أن من أنجح الأغاني بالخليج قد الحروف لأصالة، من أنجح الأغاني. لك حاجة تنجح سامعين فيها أنتو؟ شو المزاق؟ بلا مزاق قولونا شي حرف، بل شوف حرفه عاد موسيقى وحياة أمي ما بزعل. بعطيكم التونيليتي زنونا قد الحروف. قد الحروف الله. كنت بتمنى يكملها للآخر، بس يعني شفت هيك تلبق لسلطنة سلطنة أرسها شوي لأصالة النصري. شو رأيك بالملحن لما بيغني من ألحانه؟ بتحس الكلمة أخذت حيز كتير كبير باللحن. انت كل مره بترجعني لعمر مصطفى. عمر مصطفى دائما بيقول انه الملحن الفنان هو مجرد مؤدي والاداه، والملحن هو اللي لازم ياخذ الكريديت. بما انه احنا بنحكي ادوات، خلينا نسمع اداه عباد الجوهر لما استخدمها في غنائه وعزفه على العود. اسمع قد الحروف. قد الحروف اللي في أسامي العاشقين بحبك، قد الثواني والدقايق والسنين بحبك. حلو حبيت. اسمع، في سلطنة غريبة موجودة في أدائه لهالأغنية، وهي كانت هيك كواليس قد الحروف اللي كانت صدرت بال2003. شوف بعد 20 سنة عم نحكي عنها، بنحكي عن كواليسها. ياريت الأغاني إسا بأيامنا هاي كمان يحاربوا عليها مثل ما حاربوا عليها قبل 20 سنة كبار النجوم. صحيح.